طائر الطيطوي أو مثل ما نسميه الططوة هو طائر معروف بالعراق، ينظر إليه بالثقافة الشعبية كنذير شوم وخراب بمجرد أن يسمعون صوته، فهو معروف بالصوت العالي. لونه أبيض وأسود ويتمتع بأجنحة مستديرة ومنقار أحمر وأرجل طويلة. يمتلك حاسة بصر قوية يقدر يشوف بيها من مسافات بعيدة بحيث يقدر يحمي بيوضة من أي مفترس. متوسط عمر الططوة 4 سنوات ويتكاثر بالأراضي الزراعية المفتوحة ويبني أعشاشه على الأرض بشكل مخفي، فتضع الأنثى 4 بيضات ملونة تفقس خلال 3 إلى 4 أسابيع، وتكون الأفراخ قادرة على المشي والتغذية بغضون ساعات. وهو يعتمد بنظام الغذائي على الأعشاب والمحاصيل والديدان والحشرات.